فيروس كورونا المستجد بات الشغل الشاغل لسكان الأرض قاطبة بعد انتشاره السريع في معظم دول العالم ووصول عدد ضحاياه لأكثر من 10,000 شخص بحسب منظمة الصحة العالمية، وسط تسابق محموم بين المختبرات العالمية لإيجاد لقاح أو علاج للوباء العالمي. هيئة الصحة في الإدارة الذاتية أعلنت في مؤتمر صحفي بمقر مكتب العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا عن اكتشافها بالتعاون مع معهد بياس السويدي لكيت اختبار يشخص الحالة المصابة بالفيروس خلال 30 ثانية فقط، سيساهم بشكل فعال في تطويق انتشار الفيروس. اليوم نعلن عن التوصل إلى كيت اختبار يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 30 ثانية من أخذ العينة، وهذه السابقة لم يتوصل إليها أحد في العالم، عن طريق أخذ مسحة من بلغم الشخص المصاب. ويعد هذا الاكتشاف ثمرة العمل المشترك بين هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومعهد بياس. الإنجاز الطبي للإدارة الذاتية والذي يعد سابقة لا مثيل لها في عالم الطب تم تجربته في مشافي بمقاطعة ووهان الصينية معقل الفيروس، وأثبت فاعليته بنسب مرتفعة جدا. تم تجربته واختبار فعاليته في 3 مشافي بمقاطعة ووهان الصينية، فكانت نتيجة الاختبار بأنه يكشف الإصابة بنسبة 80 حتى 85%، وهي أيضا سابقة لم يتوصل إليها أحد حتى هذه اللحظة. الاختبار المصرح عنه يتميز بحسب هيئة الصحة بأنه يمكنه التعرف على ردود الفعل التي تظهره كريات الدم البيضاء اتجاه دخول أي جسم غريب جسد الإنسان، ويعد آمناً لعدم احتوائه أي مواد كيميائية ولعدم تأثره بالعوامل الجوية. هيئة الصحة أكدت بأنها تقدم هذا الكيت لجميع دول العالم خدمة للإنسانية للجم خطر فيروس كورونا المستجد الذي صنف كوباء من قبل منظمة الصحة العالمية. وكانت الإدارة الذاتية لمدن شمال وشرق سوريا قد اتخذت في وقت سابق عدة إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس، بدءا من تعقيم المؤسسات الرسمية وإلغاء التجمعات الجماهيرية قبل أن تعلن الخميس حظرا للتجوال في المدن يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. اختبار يكشف الإصابة خلال 30 ثانية، اختبار تقدمه هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لمدن شمال وشرق سوريا للإنسانية جمعاء دون مقابل، في خطوة كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم. من القامشلي فخري محمد، اليوم.